طوّل عام 2023 صفحته السوداوية في الاقتصاد اللبناني، ويحل العام 2024 بمشهد ضبابي حتى الآن، فمصير الليرة لا يزال مجهولاً والدولار ثابت على مستوياته العالية، أما أموال المودعين فلا تزال معلقة في غياهب الأمل المفقود باستردادها. فماذا ينتظر المودعون كباراً وصغاراً في العام الجديد؟ وهل هناك طروحات جدية لمعالجة أزمتهم؟ بحسب مصادر سبوتشوت، فإن مساعي جدية يجري العمل عليها في الكواليس مع حاكم مصر في لبنان بالإنابة وسيم منصوري لوضع هيكلية إعادة أموال المودعين. فما هي أبرز الاقتراحات المقدمة التي ستنصف المودعين مهما كان حجم ودائعهم؟ اليوم كل الحكي أنه اللي معه مبلغ من 100,000 لحد 150,000 هودي أمور ممكن تنحل فريش دولار اللي حاطت قبل 17 تشرين عبر زيادة الليمت على التعميم 158 بعد ما ينعمل انتظام مالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي مع كابيتال كنترول إنه يرفع الليمت يصير بين 800 دولار ل 1000 دولار، وهذا الشيء ممكن يعمل حل على عدة سنوات بالفريش دولار اللي معه هيدي المبالغ. هذا طرح بتصور منجز وقابل للتحقق وفقا للمعطيات الموجودة. هلأ كمان في حكي اللي حاطت بعد 17 تشرين بالدولار اليوم حوالا من لبنان لدولار على التعميم 151، كمان عمين حكى اليوم بتعديل للرقم 15,000 والذهاب لسعر السوق 89,500. هذا الأمر بحاجة أيضا لقرار من الحكومة اللبنانية عبر توحيد سعر الصرف ورفع السعر الصرف الرسمي، طبعا كمان ضمن ليمت محدد وقوتة محددة عشان ما يصير في تضخم بالليرة. هذا طرح كمان موجود لحل هذه المشكلة لمنع الهيركت. وبحسب المعلومات فإن أحد المقترحات في الخطة يقضي أيضا بإنصاف أصحاب الودائع الصغيرة بالليرة اللبنانية والمعروفة بالودائع الادخارية. وتشير مصادر مقربة من منصوري إلى أن آليات يجري العمل عليها لاسترداد هذه الودائع وفقاً لنسب معينة واقتراحات حلول متعددة. أما بالنسبة للودائع التي تفوق 150,000 دولار والمعروفة بالودائع الكبيرة، فتتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية تردها بالشراكة مع مصر في لبنان والمصارف الأخرى. فما هي الاقتراحات بهذا الشأن؟ وما هي الآليات التي تدرس لردها؟ في حكي اليوم أن الدولة اللبنانية ممكن تأخذ مبلغ 6 مليار 5 مليار لهن من مصرف لبنان وتروح تحاول تشتري فيهم سندات خزينة إما بالولايات المتحدة الأمريكية وإما من الاتحاد الأوروبي، لأنه هذا المبلغ إذا هي استثمرت فيه بهذه السندات ممكن تجيب مبلغ بونز بسموهن زيرو كوبونز بونز بنسبة أعلى، ممكن يكونوا 30 مليار 35 مليار حسب المبلغ اللي بينحط وحسب المدة الزمنية. هذه المبالغ ممكن تنجاب وتنعرض على المودعين الكبار انه ياخذوا هذا السند اللي هو بيسمى زيرو كوبونز بونز او فيرتشوال بونز، يعني اللي هو سند افتراضي، بياخذوا هذا السند بقيمه الوديعه وبيقدر يتصرف فيه بالسوق كبورصه، ممكن يبيعه بنسبه محدده، ممكن تبلش مثلا 15% 20% وبتصير ترتفع قيمته مع مرور الوقت ومع مرور الزمن، وكل ما قرب الاستحقاق من هذا السند اللي كل مرة باستحقاقه بالدولة اللي استثمروا فيها كل ما قيمته بتعلى أكتر، وبصير الخيار عند المودع ممكن يبيعه ممكن يخليه ممكن يحافظ عليه ليستلم مودعته. بناء على ما تقدم فإن كل هذه الاقتراحات المطروحة يبقى تطبيقها صعبا ما لم تأخذ السلطة السياسية قرارا حاسما برد أموال المودعين، وما لم يتم وضع سلة متكاملة تركز على إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف مع قانون كابيتال كنترول واضح وتخصيص صندوق لاسترداد الودائع. وأنتم أيها المشاهدون، هل تعتقدون أن سنة 2024 ستكون سنة الخير لأصحاب الودائع أو أن الأزمة سترحل إلى العام 2025؟ شاركونا تعليقاتكم.